يا اهلا دكتور بحضرتك، كيف علق لي على اللي قلته ده، ويعني بدا يبقى في حساسيه شديده في الموضوع، وهل هي جريمه اخلاقيه الاغتصاب الزوجي؟ خليني يعني حضرتك قلتي في الانترو قبل بدايه الفقره كلام مهم جدا، ليه اكتر من بعد، بيطرح مجموعه من التساؤلات كلها حقيقيه واجاباتها تكاد تكون صادمه تقريبا. صحيح. بس استغل الاول قبل ما نتكلم من وجودي مع شخصيه راقيه زي حضرتك ونقول للاباء كل سنه وهم طيبين. ده اكيد بدانا الحلقه بدانا 21، بس احنا هنا بنوجه كلامنا يا دينا هانم لكل اب مش لكل والد. يعني بنقول لكل اب كل عام وهو طيب، مش لكل والد، مش لمجرد ان هو والد هنهنيه. احنا هنا بنقصد الاب اللي هو سند في الحياه، مش الوالد اللي هو سبب في الحياه. بنقصد الاب اللي هو ظهر في الدنيا، مش طبعا. الوالد اللي هو اسم في الدنيا. بنقصد الاب اللي هو قدوه في العمر، مش مجرد والد وعمر يمر. الفرق ما بين المصطلحات هو اللي احنا هنبني عليه اجابه سؤال حضرتك. اتفضل. الاغتصاب الزواجي هو مصطلح غير علمي بالمره، واستخدامه على وسائل التواصل الاجتماعي هو استخدام في رأيي غير مشروع. المصطلح العلمي ده يعني في كريتيريا بنحط لها عنوان، يعني في أعراض بحط لها تشخيص، يعني في سب تايتل بحط لها تايتل. الأعراض أو الكريتيريا أو المحكات أو الشكوى اللي بتتقال هي أعراض لما يعرف علميا بالإساءة الزواجية، ويعرف أيضا بالعنف الأسري، لكن أيوة. مفردة اغتصاب دي جديدة علينا ولم تستخدم علميا ولم يتم نشر بحث علمي واحد ناقش إحصائيات خالص. الإحصائيات حساسة جدا على فكرة، أكتر مما تتخيلي. الإحصائيات كلها عن ما يعرف بالإساءة الزواجية أو العنف الأسري. الـ WHO اللي هي منظمة الصحة العالمية قالت إن الإساءة الزواجية أو العنف الأسري هو ممارسة بعض الأفعال القهرية، يعني فيها غصب من شريك الحياة على شريكته. شريك الحياة في الثقافة الغربية هي عندنا اسمها الزوج في الثقافة العربية. تعريفي الإجرائي، إجرائي يعني من اللي أجريته وشفته وعينته بمختلف حالات حضرتك. بمختلف الثقافات والجنسيات والديانات، اللي هو إيقاع الأذى المادي أو المعنوي، النفسي أو الجسدي، اللفظي أو الحركي، من شخص على شخص آخر في شريك حياة. أوكي. يعني ممكن ده يحصل من الراجل للست والعكس. أوكي. يعني ممكن الست تبقى هي اللي ما سمعناش عن قضايا ان في رجاله بتتعرض للاهانه، بتتعرض للضرب، بتتعرض سمعنا. طيب سمعنا. يبقى اذا العنف الاسري هتحطه تحت التايتل ده، تحت تايتل الاساءه الزواجيه. الكلام بتاع حضرتك علمي جدا، لكن انا كل اللي اخافه ان كلمه الاغتصاب الزوجي من المفهوم اللي احنا فاتحينه النهارده هو العلاقه الجسديه اللي بالغصب. يعني أنا أسفة طبعا، ممكن يكون في أطفال بيتفرجوا أو حاجة، وبعتذر إحنا مش هنتفسر قوي، لكن عايزة حضرتك تبقى فاهم أقصد إيه. حاضر. 35% من النساء حوالين العالم اتعرضوا للعنف الجسدي أو النفسي من شريك الحياة. أوكي. بواقع واحدة كل 3 زوجات اتعرضت لكده. ياه، ده كتير قوي. بس العنف ده مش مقصود بيه مصطلح الاغتصاب الزوجي. أوكي. مقصود بيه اي عنف او اذى مادي او معنوي، لفظي او حركي. حتى وهرجع لو ضرب. هاجي الاغتصاب الزوجي دلوقتي. اوكي. 70% من النساء اللي تم فحصهم كتير جدا في اكتر من دوله اقروا ان هم تعرضوا للعنف الجسدي او النفسي من شريك الحياه. اوكي. الاي بي اي اللي هي الجمعيه الامريكيه لعلم النفس اللي اشرف بعضويتها قالت ان اي حد بيمارس اي اساءه زوجيه او اي عنف اسري هو يقع تحت طائفه اصحاب اضطرابات الشخصيه. اوكي. الاي اف تي اي اللي هي الجمعيه الدوليه للعلاج الزواجي والارشاد الاسري اللي برضو اشرف بعضويتها قالت ان اي زوج او اي زوجه يتعرضوا الاثنين لاي اساءه من احد الطرفين نفسيه او بدنيه حتى التشهير على وسائل التواصل الاجتماعي يستلزم علاج نفسي للطرفين ببرنامج علاجي للمشكلات الزواجيه بدون ادويه او عقاقير طبيه. اوكي. سلوكي. طيب. يعني كده. سلوكي. احنا كباحثين لمسنا ده ازاي؟ انا لمسته ازاي في كل الدول اللي بشوفها بكل الحالات اللي بقابلها. لقيت 3 متغيرات ليهم علاقه باللي حضرتك بتقوليه. نمره 1، ارتفاع معدل الطلاق بشكل كبير جدا. اللي وصل دلوقتي لحاله طلاق كل 6 دقائق بواقع 240 حاله طلاق يوميا. او السبب الثاني انحصار عدد كبير جدا من حالات الطلاق دي في السنه الاولى من الزواج، او بعد مرور عمر كبير من الزواج.
يعني اما تستغربي ان ازاي دول اتطلقوا في اول سنه، صح، بعد 30 سنه، او ان بعد 30 سنه ايه اللي خلاكي صابره كل ده. صحيح. السبب الثالث او الملاحظه الثالثه اللي لاحظناها هو زياده عدد الاصابات بالاضطرابات النفسيه والسلوكيه عند الابناء تحت سن 12 سنه وتحت سن 18 سنه. شايفين فيلم مرعب. ممتاز. طيب الكلام ده بيحصل ليه؟ لان ناس كتيره جدا مش عارفه يعني ايه زواج، فبالتالي مش فاهمة المصطلح بناء عليه، مش عارفة المشن اللي هي داخلة عليها، مش فاهمة المهمة. عشان كده عملنا برنامج علاج لطيف اسمه روشتة زواج. الهدف من روشتة زواج علاج اللي احنا بنشوفه ده، ان انا داخل ممكن اتعرى على السوشيال ميديا علشان اشهر بحد او اشهر بنفسي جلبا للتعاطف. رب العزة سبحانه وتعالى جعل النفوس ما بين الصدور لا ترى، لأنها أولى بالستر من العورات. يعني ما ينفعش أن أنا أتعرى نفسيا وأطرح مشكلة أنا مريت بيها ما بين أربع حيطان على كل الناس على الملأ، إلا لما يكون في حاجة صح أنا بدور عليها. ممكن أقف هنا لحظة؟ على فكرة إحنا مش بنبخل على الست، وأنا واحدة ست يعني، مش بنبخل على الستات إن هم يقولوا أي عنف تعرضوا له، لا، أنا بقول إن مكانه مش السوشيال ميديا. برافو عليك. مكانه ممكن محكمة الأسرة، مكانه وسط جلسة عائلية مع الأهل، أهلها وأهله، مكانه إنها تطلب الطلاق وتنفصل، ده حقها. من أسابيع لو قليلة. لو أنا غلط يعني صححلي يا دكتور. بس كلامك صح جدا وعلمي جدا. من أسابيع قليلة دعيت في أحد الندوات اللي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ولقيت إن هم عاملين مجهود كبير جدا أشكرهم عليه، ومن خلال برنامج حضرتك أحييهم. عاملين مكتب شكاوي وكامل في المجلس القومي للمرأة على مدار ال 24 ساعة لتلقي أي امرأة تعرضت للعنف الأسري أو الإساءة الزواجية، ومساعدتها قانونيا في حل المشكلة أو مساعدتها نفسيا في تخطي الأزمة. عشان كده قبل ما أطرح لحضرتك برنامج روشتة زواج ممكن اللي بيسمعنا وتعرض لهذه الأزمة يستخدمه إزاي، هقول لحضرتك مبادرة عملتها من 2012 اسمها رخصة زواج. اوكي، انا فاكره طبعا، واحنا عملتها مع حضرتك هنا طبعا. رخصه زواج هي الغرض منها دوره تدريبيه الزاميه لكل المقبلين والمقبلات على الزواج عشان يعرفوا رايح فين، هيعمل ايه.